رايح يا عزيزي لي شايل بيدكسيه بعدك باول شبابك في كسبه بالعداء انت باين مو حسيني ما انطبر فرد يوم ما موت جرح حسينك في مصيبه كربلاء من هو اسس هالخرافه وشوه اهداف الحسين الحسين ثائر مصلح في وجوه الظالمين لا تعتدي على شعار لا تورد هالكلام الشعار خط احمر منذ مئات السنين ممكن تعطيني المصادر على المسير وعلى التطبيق حتى اقبل كل كلامك وانتي من هذا المصير مدوده هواي الاذله وراح احرجك بالجواب انت اصلا مو حسين ومنطقه جدا خطير اعطيني ايه او روايه او تصرف عن معصوم النقاش العلمي افضل من اساليب الصياح علما نابر كيلا قالت زينب برفع الرماح بالمحمد ضربه جبهته واتد ودمهج جراح هل تخالف انت الحجه ان اوصاك بكلام كيف تقدر زينب تفعل عكس توجيه الامام ماذا تعني بالوصيه لم افهم ماذا تريد لم اسمع هذا الوصيه منه عليه السلام لا تخمش الوجه حسن لا تشقي اي جيب مثله قال النبي موصيا خير النساء وضحت لي هالقضيه عن حقيقه كربلاء لولا كلم اكن اعرف هذا الكلام افتراء شعائر الشيرازيه كلها اهواء وتشويق لا مشيع الجمر عندنا لا مسير ولا تطبيق علمني شلون هي ذكر الحسين الشهيد كنت اتصور انا عجينك اكتشفت انا بعيد من حسين اتعلم فكا وانهى عن منكر قبيح دوما بالاخلاق اتمسك وانهج النهج الصحيح يعني ادرك العواطف وتجي بس العباده يا ريت تبين المطلب احتاج بعض التوضيح بين الفكر والعواطف اجمع بهذا السبيل والتزم باهل الثقافه اهل العلم والدليل هم اللي يفهمون الثوره واهداف الطف العظيم راح اتمسك بيهم طبعا عند ربهم ما اميل وعند ربهم ما اميل